بلاشنط صغير. ها طب ليه ما بتقول مع علينا نخلص القهوة؟ فكرتك عارفان. اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين بالحلقة الاولى من برنامج واينيو. ليش بالنحوة؟ كيف؟ لا البرنامج مش بالنحوة. لا يا خيي البرنامج بالزحلاوة. واينيو يسعد لي صباحكم مسينا لانه نحن هلا بالليل. واهلا وسهلا فيكم باول حلقة من واينيو اللي رح تنعرض مبدئيا كل نهار خميس مساء ببوسطن وجمعة صباحا بلبنان. بس قبل كل شيء خليني اعرفكم عن حالي. انا اسمي فادي بالعربي ورد بالانجليزي. خيي الكبير سماني فادي وهذا اول كف اكلته بحياتي. رح تسألوا ليش كف؟ لانه انا ما عندي عيد للاسم مثل مار شربل مار مارون مار الياس، يعني ما بيطلع لي هدية زيادة السنة. ونحن كلبنانية ما فينا نظبط التغنيج، فبيتغير اسمك من فادي لفتفود فودا فتفودا فيدو فتفيدو، يعني اسمك بضيع بين التغنيجات. ولما صرت بالمدرسة وصرت اتعرف على سؤالة التلاميذ يلي عيط لي فاضي او يداف، ما بعرف ليش يداف، بس هلا اني قلبوا الاسم بس يداف كسر المقاليب. لحد ما هونيك نهار اجت اوكسيليا وقررت تعمل دعايتها المشهورة فادي ما سقط. كناية عن صب صغير شعره احمر وعنده نمش بوجهه وبيشبهني انا وصغير، وحطته على محطة بنزين وخلته يرجع على مدرسته من خلاله ليتعلم لانه هو ما سقط. وانا من وقتها ما خليت ولا صف الا ما سقطته. والاضرب من هيدا كله بعد 10 سنين رجعوا عملوا دعاية تاني بفادي تاني يلي راح على محطة تاني ليلاقي فادي تاني ليرجعوا على المدرسة من خلال الأوكسيليا. يا خيي ما كنا نسيانين، ما مرقت 10 سنين ونسينا، تعذبنا 10 سنين انطرق راسنا. شو فوقكن علينا؟ روحوا دوروكن على حدا تاني غير فادي. عن جد أنا لازم أرفع دعوة أنا على أوكسيليا، لازم عملت لنا ديبرسيون. أنا بوافقك الرأي 100%. والأضرب من هذا كله جلقت فادي شربل وكريم رزق الله ببرنامج أنا ومرتي. فانتو عليك رب اللي خلقنا، لو بتشديلي شوي براغة نيعك. وصارت العالم تعيط لي فدو من غير شي. أنا مش ناقصني غنيش بالبيت، قضيناها كل سنة نهفة جديدة وجلقة جديدة. قمنا سافرنا على أمريكا وقلنا شو يابا خلصت، ما عاد في حدا يتسأل علي، هاني كله محترم حاله. خي ما حدا بيعرف لا دعاية ولا برنامج. روقناها بس أول دخولة شمعة أطول مني. وصلت على الجامعة عطوني الفورم، قالت لي تفضل عبيها. أنا عبيت الاسم العمر الجنسية من وين جاي تشتر لك بأمريكا، أسئلة عادية. عبيت الورقة وسلمت إياها للمدام. طلعت هيك بالورقة وضحكت. أنا قلت تعال شو إنه شو في إشي عادي، يعني شو تضحك شو هالمشكلة. واكتشفت إنه مصيبتي لحقتني على أمريكا. بأمريكا الده between two vowels ما بتنقال ده، بتنقال شي between بين الته والره، يعني محسوبكم طلع اسمه فاري ناصح. صار الفازي يسمع اسمي ويتضحك.
ومن هون كثرت التسميات بأمريكا. يلي عيط لي فاري، يلي عيط لي فهدي، يلي عيط لي فريدي. تغيرت التسميات واجت التسميات لحد ما قررت اني الغي اسمي وسمي حالي ريد، لانه شعري كان احمر، هلا ما عاد في شعر. بس قصتي مع اسم فادي ما خلصت هون. مره وقفني الشرطي وطلع بدفتر السواقه وسالني شو اسمك؟ قلت له فادي. قال لي من وين انت؟ قلت له انا من لبنان. قال لي هيدي اول مره بشوفه هالاسم، شو معنيت اسمك؟ هلا انا صرت فكر انه شو بدي اقول له شو معنيت اسمي. صرت اقول بيني وبين حالي فادي، يفدي، فداء. انا قلت له ساكرفايس. قال لي so you're a Lebanese sacrifice, that means you're a terrorist. بهيك حالي ما عرفت شو بدي اقول له للشرطة. بس لقلكم شغلة، لك يا ريتني ضليت فادي تبع المحطة ولا صرت فادي الإرهابي. وهيدي قصتي مع اسم فادي، وبنشوفكم إذا الله راد الحلقة الجاية بموضوع جديد. رايك فادي بشرفك بشرفك. بيه أشر لي تفاحة خوخ تضرب بمنظرك على الكاسم.